طبعا هذه هي الأهداف السنة اللي فاتت، الاشتباكات هنا في بغداد غير مقبولة، وللأسف السفارة البريطانية في وسط هذه هي الاشتباكات هنا في بغداد. أنا أفتكر الآن كل الأطراف تعترف أن مش ممكن تستخدم العنف لحل المشاكل السياسية. هذا من المفروض من الحوار من النظام السياسي، هذا الحل لهذه المشاكل. والآن شفنا لفترة تقريبا سنة، هذا فترة بالنسبة للاستقرار الآن، وهذا مهم جدا بالنسبة للبلد. بالنسبة للنظام السياسي، أنا أفتكر في أي بلد وهذا يشمل المملكة المتحدة، لازم كلنا نشتغل كل الوقت لتحسين النظام السياسي، لتطوير النظام السياسي، وفي دروس من هذا الفترة، ولكن هذا صار لأي بلد يعني، ولذلك لازم كلنا نستمر في هذا الجهود لتحسين وتطور النظام السياسي.